بالنسبة للملف الاقتصادي. وزير الخارجية بقى بدر عبد العاطي بيقول مصر مليئة بفرص الربح، والدولة بتتطلع لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة. واضح يا جماعة إن إحنا في نظام السيسي ناوي يبيع لأمريكا كمان، يعني مش بس هتبقى السعودية والإمارات، ده أمريكا جاية تشيل. وأهو زي ما بقول لك الصندوق السيادي السعودي بيدرس بجدية الاستحواذ على حصة من شركة غاز مصر عشان جاية توسع في السوق المصري. يلا بالمرة. والحكومة بتحصل على عائدات ضخمة من بيع 17 شركة مصرية للمستثمرين من مارس 2022. طيب بعت كل حاجة وجبت الإماراتي والسعودي وجبت الإسرائيلي وجبت الهاجع والناجع والنام على صرصور ودنه، جبت الناس كلها وبعت لهم البلد وجنيت فلوس، فين بقى الطماطم ب42 جنيه ليه؟ الناس بتدفع فاتورة كهرباء مضاعفة 4 و5 مرات ليه؟ فاتورة الكهرباء وفاتورة المية بتغلى ليه؟ الأنبوبة ب200 جنيه ليه؟ تذكرة المترو بتغلى ليه؟ المصريين رخصوا ليه؟ طالما انت بعت وقبضت عايز ايه تاني يا عم؟ انت لعنة، انت مين موصيك علينا؟ مين يعني احنا بنتعاقب بنتحاسب في الحياة تقريبا؟ لا إله إلا الله. في نفس الوقت مجتمع الكريمة بتوع ايجيبت الناس عايشة في حتة تانية. يعني في واحد بيقول له جبت الموبايل الايفون 16 بكام؟ فقال له انا جبت 5.5 مليون جنيه، جبت 5 موبايلات للعيلة بنص مليون جنيه. اخويا هايص وانا لايص.